بسم الله الرحمن الرحيم. انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اليوم من مناقشة أربع مقترحات مقدمة في شأن قانون الإيجارات. هناك اقتراحات تم قبولها وهناك اقتراحات تم رفضها من قبل اللجنة. الاقتراحات ما راح أتكلم عن الاقتراحات اللي تم رفضها، راح أتكلم عن الاقتراحات اللي تم قبولها فقط باللجنة، وهي الاقتراحات التي تساهم في تقليل الكاهل العبء الذي يقع على كاهل المستأجر في قانون الإيجارات. المادة 20، وافقت اللجنة التشريعية على أنه في جميع الأحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، على أن تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقا لظروف الدعوة. أي بمعنى أن قاضي الموضوع اللي ينظر قضية الإيجارات إذا شاهد بأن الأجرة متأخرة في قانون الإجراءات في قانون الإيجارات العادي، بعد انتهاء مدة 20 يوم يستطيع أن يخلي العين المؤجرة في الوضع الراهن. إذا صدر هذا التشريع في ظل تعطيل الدولة لمرافقها وللوزارات والإدارات، لا يستطيع المستأجر أن يخلي العين المستأجرة، ما يجوز له بأن يعمل قضية إخلاء للمستأجر.